السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا متابعينا الكرام، متابعين قناه زرعانجي، اهلا بكم في فيديو جديد زي ما وعدناكم قبل كده في سلسله زراعه القمح في المساحات المفتوحه وتحديدا في نظام الري المحوري اللي هو السنتر بيفوت، ان احنا هنوضح كل العمليات الزراعيه اللي بنقوم بيها خطوه بخطوه. النهارده بتاريخ 2 يناير 2023 بيتم الري حاليا زي ما احنا شايفين، طبعا الجهاز شغال بيتم الري اهوت، وحاليا بيتم اضافه تسميد مع الري، هيتم توضيحه دلوقتي بالفيديو. احنا بس بنوضح حاله النمو بشكل عام زي ما احنا شايفين كده، وهنا البيفوت شغال. احنا دلوقتي ده اول برج، طبعا الرشاشات في اول برج بتكون اضيق من اللي بعد كده علشان قطر الدايره في الاول غير قطر الدايره في الاخر، وقصه حسابيه كده. زي ما احنا شايفين حاليا التسميد شغال في الري اللي بيتم حاليا، والجهاز اهو شغال. شغالين الجهاز حاليا على سرعه 80 علشان احنا في الطبيعي كنا بنشغل تسميد على سرعه 90 او 95، لكن حاليا علشان كان بقالنا فتره معطشين لمده 4 ايام علشان رشه الحشائش اللي تمت قبل كده، فالري بيتم حاليا على سرعه 80. ادينا ريه امبارح اللي هي اول ريه بعد الاربع ايام بدون ميه، ادينا الريه بتاعت امبارح دي كانت ميه بس بدون تسميد على سرعة 80 برضو. النهاردة بنسمد على نفس السرعة، بنضيف السماد اللي بنتكلم عليه، السماد اللي هنوضحه دلوقتي، على نفس السرعة اللي هي سرعة 80. ده بالنسبة للجهاز سرعة الدوران بتاعه، تمام. هنوضح دلوقتي التسميد، وهنوضح هنا التسميد اللي بنضيفه في التسميدة دي بس. ثواني خليكم معايا. وصلنا هنا عند السمادة بتاعتنا، وده التسميد اللي موجود فيها حاليا، ده التسميد اللي بنسمده في الوقت الحالي. التسميد اللي بنسمده دلوقتي هو عبارة عن هيوميك أسيد، هيوميك أسيد ايا كان بقى الشركة، المهم شركة تثق فيها. احنا اللي جايبينه هنا شركة كفر الزيات، ففي منتجات كتير مش دعاية لمنتج محدد، لكن ده هيوميك كويس. فاللي احنا بنسمده دلوقتي هيوميك أسيد مع منشط جذور، ودي الدفعة الأولى أو المرة الأولى وهي هتكون الوحيدة اللي بنضيف فيها منشط جذور للقمح. هو بطبيعة الحال باستخدام الأسمدة اللي احنا بنستخدمها قبل كده أو البرنامج السمادي اللي ماشيين عليه قبل كده، فإحنا مش محتاجين منشط جذور بقوة، لأن احنا عندنا ما شاء الله مجموع جذري محترم جدا اللي حاصل عندنا في نبات القمح. لكن كإضافة تعزيزية أو كتعزيز للمجموع الجذري للقمح عندنا، فضفنا معاه منشط جذور اللي هو من كفر الزيات برضو، اللي هو نيو زد روت، النبات السليم في الجذر السليم وحركات كده. فده منشط الجذور الاول، ودي الجرعه الوحيده غالبا اللي هنضيفها، ودي المركبات بتاعته او التركيبه بتاعته زي ما احنا شايفين، زي ما هو واضح كده في الفيديو. الاضافه هنا بمعدل لتر الفدان بالنسبه لمنشط الجذور ده، الاضافه تمت 1 لتر للفدان، ومعاه الهيوميك اسيد. الهيوميك اسيد تم اضافته معدل 1.5 كيلو تقريبا، يعني احنا هنضيف 1.5 كيلو هيوميك اسيد مع 1 لتر نيو زد روت اللي هو منشط الجذور. ده بالنسبة للتسميد. البيفوت بقى تقريبا زي ما ياخد معاك، يعني اخد معاك على حسب السمادة عندك، سمادة 2-3 بتقسم. في الوضع اللي هنا ده السمادة تقريبا، مش تقريبا، السمادة بتكفي 30 فدان، فاحنا بنحط تسميد 30 فدان دفعة واحدة في السمادة دي. يعني اللي شايفينه دلوقتي قدامنا في السمادة هو تسميد يكفي ل 30 فدان، بحيث ان احنا الجهاز بالكامل ياخد معانا 4 تسميدات تغطي معانا الجهاز بالكامل، المساحه بالكامل. بس دي التسميده بتاعت النهارده اللي هو 2 يناير. ان شاء الله هيتم توضيح باقي العمليات الزراعيه زي ما وعدتكم خطوه بخطوه او بشكل شبه يومي، كل العمليات الزراعيه اللي بنقوم بيها من تسميد وري ورش وخلافه.
بس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وفادكم بشيء وقدم لكم معلومه جديده. يا ريت ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعل زر الجرس لو اول مره بتشوفنا، وكمان يا ريت تكتب لنا رايك او سؤالك او استفسارك في تعليق، وان شاء الله هنرد عليك في اقرب وقت ممكن. شكرا لحسن المشاهده، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير. استنونا، سلام.